كتير من الشباب الآن بيشاهدونا بيقول يا أخي للأسف والدي مات، والدتي ماتت، كلاهما مات، ماذا أفعل؟ هل ينفع أبرهم حتى بعد ما ماتوا؟ شوف سبحان الله، من عالمية الإسلام ومن رحمة الإسلام أن بر الأم في الإسلام لا يقف عند موتها. أنا ليه بقول كده من عالمية الإسلام؟ لأن في بلاد الغرب مخترعين عادة بيحتفلوا بها 21 مارس، يقول لك إيه عيد الأم، يعني لها يوم واحد في السنة. سبحان الله، الإسلام عندنا مش فقط جعل لها العمر كله، لا، ده حتى بعد ما تموت لها بر، لا حق على أولادها من بعدها في البر. يعني طول ما أنا عايش، مش طول ما أمي عايشة، أمي خلاص توفت ماشي الله يرحمها، لكن طول ما أنا لسه عايش وفيها دماء فلها عندي حق. أول هذه الحقوق الدعاء لهما، أول حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. نعم، قال أتى رجل هل بقي من بر أبويا شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما أول شيء. أول شيء أصلا، وهنا الصلاة عليهما مش فقط الدعاء. نعم، مش يعني واحد يعتقد أن هي صلاة الجنازة، لا، ده الدعاء والترحم والاستغفار. ثاني أمر اللي هو الاستغفار، وهذه يعني ينال بها الوالد أو الوالدة درجة كبيرة. يأتي الرجل يوم القيامة فيجد يعني فضل كبير وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، هو لم يبلغه بعمله، فيقول أن هذا هو معقول، أنا عملت العمل ده كله؟ فيقال له باستغفار ولدك لك، أنت بلغت المنزلة الكبيرة دي لأن كان عندك ولد صالح أنت ربيته على الدين والقرآن، كان يستغفر لك بعد موته. رغم كفر وشرك أزر والد سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، قال سلام عليك سأستغفر لك رب. نعم سبحان الله، ولو لم ينهى عن ذلك ما كان يستغفر له. أيضا من الأعمال التي يبر بها الرجل والديه بعد موتهما التصدق، يتصدق عنهما. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي يعني قد ماتت فجأة، في معنى الحديث، فلم توصي، يعني ما لحقتش إنها تكتب الوصية، وظننت أنها لو تكلمت لتصدقت، يعني لو كانت قدامها فرصة تتكلم كانت ممكن توصي بالصدقة أو تتصدق. فهل إن تصدقت عنها لي أجر وليها أجر ولها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك أجر فتصدق. أيضا من الأعمال التي يبر بها الإنسان والديه بعد موتهما الصيام عنهما، صيام الفريضة أو صيام النذر أو صيام الكفارة. يعني ممكن الإنسان يموت وعليه الصيام بسبب عذر مش كان قادر أن يصوم وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. تصوم عنهما، تصوم عنهم أيضا الصلاة عليهما. نعم، الاستغفار لهما، الصلاة عليهما، الاستغفار لهما، الدعاء لهما، الدعاء الصيام عنهما، التصدق عنهما. أيضا الحج والعمرة عنهما، طبعا بعد ما تحج وتعتمر عن نفسك. نعم، من البر أيضا أن تحج عن والديك وعن والديك.